طب انا يعني هقول لحضرتك، هدي لحضرتك سبق ان في هيبقى في كل هذه المحفزات ان شاء الله باذن الله ستكون مجمعه في ويب سايت بابليكيشن مخصصه للمصريين في الخارج. هايل. ان ده محاوله بقدر الامكان ان احنا نجمع لهم نسهل لهم، زي بالضبط ما دلوقتي في المنصه الالكترونيه لمصر اللي عاملاها وزاره الاتصالات، حتى كافه الخدمات اللي ممكن يستفيد بيها المصريين في الخارج في منصه مصر الرقميه. لا، هيبقى في ابلكيشن لكل هذه المحفزات، بحيث ان هو اللي هو انا عايش في انجلترا، عايز في ايطاليا، عايز في امريكا، اخش على الابلكيشن دي الخدمات، اطلب خدماتي، ما اقعدش اجري بين كل وزاره واخرى. لا يا فندم، الابلكيشن هيبقى عليها ان شاء الله باذن الله، ده معروض على السيد رئيس الوزراء، ان كل خدمه من الخدمات اللي احنا بنسعى لتحقيقها وبنسعى لوضع بروتوكولات خاصه بيها وتنظيمها، كلها تبقى على هذه الابلكيشن، بحيث ان هو يبقى عنده اكسسبيليتي وعنده يعني شكل من اشكال الاتصال المباشر، ويسهل عليه ان هو يتواصل. هنا 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 يبقى مجهود حضرتك او مجهود الوزاره بتاعت حضرتك واضح في ان انت لما تمري على الوزارات ذات الصلة بالمصريين في الخارج تسألي كل واحد هتديني ايه للناس ديت، انا عايز اخد لهم حاجة فعلا تميزهم. بالضبط كده. انا